SFM. السلام عليكم، مرحبا بكم لهنا في ليزام لانستيتيو سوبيريور دي زار دو ملتي ميديا المنوبه، معنا المعهد العالي للفنون الملتي ميديا، فنون اي ملتي ميديا بمنوبه. هاكم شوفوا لهنا السبكتاكل هذه الحاضره لو 1 فيفري جا في فان دو سيمستر لي ليزيتيديون باش يحتفلوا بالفان دو سيمستر باردون اي بوركوا با بور رونكونتري فما اون رونكونتر ما بين تو ليزيتيديون pour les trois générations, même si les générations les fait tout. Donc l'événement a hadra à quelques étudiants, l'idée n'était j'étais au sein d'un club. وقعدوا يحضروا معناتها مدة شهرين هما الأورغانيزاسيون تاع الحضرة وال البروجي هذا حبينا نعملوا به كورديناسيون انتر لي زاتولي علاش لي خاطر عندنا فما دي برانش كومونيكاسيون ملتي ميديا اي دي برانش اوديو فيزويل ترافاي اون سان دو كولابوراسيون معناها مع لي سبيسياليتي اي بوركوا با سا سيرفيرا دان ستاج بالنسبه لدي زيتيديون اي دوتر بور هاك يبدلوا شويه جو علاش الحاضره بالذات خاطر باش نرجعوا ليدونتيتي فيزويل نتاعنا نحنا اللبسه التقليديه ما نبعدوش برشا على الهويه نتاعنا ما فيها باس كي نتذكروا نلبسوا الكابوس والشاشيه والبرنوس والبدن والجبه والسفساري انسو دو سويت تو سلا. احنا دو كلوب من ليزام معناها المعهد العالي للفنون الملتي ميديا منظمين التظاهره هذه معناتها تظاهره ثقافيه حضاريه نحبوا نرجعوا للجو القديم الجو التونسي القديم نساوي شويه سياسه وان بلوس زاده معناتها فرحه بكمله الدستور اللي كملوا اخيرا فهمت كما قلت لك احنا دو كلوب كلوب راديو ايزام وكلوب اندرويد ايزام معناتها حبينا ننظموا التظاهره هذه كما قلت لك باش نذكروا بالتراث والجو القديم واللبسه التقليديه والحضره فهمت يعطيك الصحه وحبينا نعملوا معناتها حاجه خارقه للعاده ما عملوهاش قبل فهمت صحيح عملوا في اللي فاك الاخرين معناتها حاضره مي مش الجو هذايا تشوف قاعده عربي للرجال قاعده عربي للنساء حبينا نذكروا معناتها كيفاش يعيشوا عباد قبل ما بخرا تشوف بخور لهنا فهمت يعطيك الصحه الجو ديجا هاك تشوف تو قبل معناتها ما تبدا الحفله حطينا معناتها الاغنيه القديم تاع الهادي جويني الله يرحمه محمد جاموسي فهمتني بالنسبه للدعم بالنسبه للدعم احنا تو عندنا شهر نحضروا بالطبيعه هذه اول تجربه معناتها لينا ما نجمناش نكونتاكتيو برشا عباد ناقصين معناتها في اللي كونتاكت مش مشكله المره الجايه ان شاء الله واحد معناتها ياخذ خبره فهمت معناتها يوصل حاجه باهية نجموا ناخذوا دعم ونعملوا اسوسياسيون جمعيه ولا حاجه كيما هكا فهمت هذه والله عملنا تيكيت معناتها نتاع دعم ريسو معناتها مساهمه معناتها فهمت بكات دينار كومبري فيها معناتها باش نفرقوا قهوه عربي وباش نفرقوا المقروض من القروين جايبينه وكنا باش ناخذوا مشموم على غلبك تشوف الطقس كيفاش فهمت ولينا خذينا دي بورتكلي فيهم شاشيه كادو للعباد في الاخر احنا اخترنا فرقه سمير الرصايسي هو شيف دوركستر نتاع الحاضره نتاع كارتاج فهمتني هو خالي معناه جبناه هو بذمة بوسكو بروفيسيونيل معناه فهمت ما حبيناش نجيبو يعطيك الصحة وبوسكو خالي معناه تعاوننا شوية فهمت سينو خاطر كي نجيب فرقة ماك تعرف شو تطلب عليك ثم أكثر فهمت وإن شاء الله تشوفوا الحاضرة معناتها الأغنية القديمة تاع الحاضرة الأصلي مش باش تشوف معناتها برشا جاز وبرشا معناتها آلات معناتها جدد نحبوا نذكروا الحضره نتاع 92 الحضره الاصيله فهمت يعني جاو 100% تونس يعطيك الصحه بالضبط والله هذايا جوست عملنا معناها ايفينمون لاحياء الحضره واللباس التقليدي وكذا فهمتني ولا وبما انه كمل كما قال لك السي انور الدستور فهمتني حبينا نحتفلوا به وراك تشوف معناها ما دعمنا حتى حد وحدنا تيكيات وكذا حتى الفاك معناها راك تشوف
والله قعدنا نحن جيت الفكره معناها من نوفمبر معنا رحاب تلبس تحب السفساري ومشيت سيدي بوسعيد بالسفساري هي ونور انا نجي نقرا بدنجري معناها ونحب لبسه تونسيه ومعنا سي هيثم الشيبي هو كبروف معناها يجي يقري ديجا عنده وحده هكا معناها يجي يقري بهم مشينا حكينا معاهم حكينا مع المدير صرت بشوية بشوية وتفهمنا وعملنا في المول نحن حابين نعملوا كله جو تونسي لبسة العربي السفساري كيفاش الناس كيفاش كانت تعيش رجل وحدها ونساء وحدها وكما تراو معناها قاعدة العربي حضرة تونسية معناها 100% وزيد أنور عنده خاله معناها زيد عاوننا ربي معناها بارك له فيه عاوننا برشا سي رسايسي كان معنا معناها وبرشا عباد زيد عاونونا معنا اللي كلينا من عند بليتون زاد فهمنا وعاوننا بالحق التوانسه يد واحده كترى الناس كلهم تعرفش بعضها وقاعدين بحذا بعضهم معناها وقاعده عربي التوانسه ما يفرقنا حتى شيء توانسه توانسه أكون تشوفوا كيفاش نعيشوا تزغريت وكل شيء هذه هي التوانسه وهذه جو التونسي ما يفرقنا حتى شيء نحن في تونس بون نحس روحي فرحانه على فاس خيسي خاطر سي تو ريسبونسابيلتي ابري تو فهمتني دونك لازم كل شيء يبدا مريقل العباد الكل تبدا منظمه دونك يو نو لي ستريس مي هوزمون الحمد لله واحد تعب ولقى معناتها الحمد لله جو برشا عبيد بون البلاس سون ليميتي كوم لسباس صغيره دونك اون اكسبتي سوف 50 بيرسون مي حتى لي دوموند اللي جينا اكثر من 1000 بيرسون حبوا ياخذوا لي تيكي ان شاء الله اللي فين مانجي ديجا هاي ليدي بديت جونغ احنا بدينا انا وصاحبتي خرجنا بسفسيري في سيدو بسعيد اي بي كوم عبدنا نصور في الفيسبوك لعبت كل امان نحبوا نعاودوا خرجه اخرى اي تو دونك عاودنا خرجه اخرى كنا دو خرجنا المره اللي من بعدها معناتها 10 بيرسون في في شاويشين اي باغ لا سويت برجع بيت كلمونا دونك انا ايسي دو اورغانيزي ان ايفينمون مع يهودي انور وحسين وبرجع بيت عاونونا بون هذا يهودي اللي اسلم عايشك وي حابين نرجعوا فوالا حابين نرجعوا جو التونسي والقعده التونسيه بيسكو فقدناها بالحكايه هذوما دونك عملنا قاعده اكيا مع الحضره ولبسه تونسيه وشرق وقاوي وحلو حاجات معناها من تراثنا من لي تراديسيون تاعنا واللي جون توا والكل تحس انه حتى لي تراديسيون تاعنا كل تنساو جمله واحده معناها فهمت دونك احنا ان شاء الله بالايفينمون هذا نجمو نعملوا حتى حاجه صغيره معناها يبدا ليفينمون هذا باغ لا سويت ايفينمون اخر معناها ان شاء الله ينجح ليفينمون هذا ديجا جبنا حضره كارتاج معناتها سي ميرساس دونك حضره كبيره عبيد معروفه فهمتني حتى لي ديكوراتور جبنا ديكوراتور كانيمون معناتها دونك فريمون مجهود ياسر على الاخر فما في اوكون دي ان شاء الله تنجح وان شاء الله تعجب العباد الكل وان شاء الله نجح ليفينمون هذا ونزيدوا دوخ ايفينمون التصويبيه ورغم اللي احنا باو فرقه الكل محترفه الكل مجموعه الحضره هذوما اللي يخدموا مع فاضل الجزيري فهمتني ناس تخدم بمقابل وجينا على خاطر الكل تشجيع للشباب وللطلبه هذوما نحبوا نعاونوهم بسوم رمزي ما خدمناش بلاش مي حبينا نجيو نعملوا جيست باش نفرحوهم وبطبيعته هو الجو في تونس توا ان شاء الله الكل الناس تتاخات مع بعضها وتتعاون مع بعضنا ان شاء الله احنا كيكا التاخي هذا الكل نطبقوه في الجيست اللي عملناه معاهم وكاو فهمت